زينا لأول مرة يستقبل الحجاج هذا العام فريضتهم متحررين بشكل كامل من القيود التي حددتها جائحة كورونا طيلة السنوات الماضية. صباحا بدأ الحجاج يتوافدون من منى إلى صعيد عرفات لتأدية المنسك العظيم. وزارة الحج أعلنت اليوم وصول أكثر من 1,800,000 حاج من الداخل والخارج إلى الأراضي المقدسة قادمين من 160 دولة. ويعد موسم الحج هذا العام استثنائيا مقارنة بالسنوات الماضية. شهد العام الماضي استضافة نحو 900,000 حاج معظمهم من خارج المملكة. بينما اقتصر العدد عام 2021 على 60,000 فقط بسبب القيود التي فرضتها الجائحة. الحجاج يؤدون مناسك هذا الموسم متحررين كليا من القيود التي فرضتها جائحة كورونا طيلة السنوات الماضية، ويتنقلون بشبكة مواصلات تتكون من وسائل عدة، منها 17 قطارا يربط بين المشاعر المقدسة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت السلطات في خدمتهم أكثر من 24,000 حافلة للتنقل الترددي، كما شملت المنظومة التشغيلية في قطاع النقل توظيف أكبر كادر وظيفي بمجموع 14,000 من الرجال والنساء. إلى جانب ذلك، تضمنت خطة المملكة تقديم خدمات الترجمة والإرشاد المكاني ب 51 لغة من خلال عشرات النقاط الموزعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأخيرا، هيأت رئاسة شؤون الحرمين 14 خدمة إلكترونية، منها تطبيقات تنقل ولوامع الأذكار والمصحف الشريف لفائدة ضيوف الرحمن. لتسليط الضوء أكثر على موسم الحج هذا العام، ينضم إلينا الدكتور عبد الله الهادي العتيبي، باحث مختص في شؤون الحج والعمرة من مكة المكرمة. أهلا بك دكتور. بداية، مناسك مقبولة وعيد مبارك عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام. وأنت الآن من هناك، من هذا المكان المقدس، في يوم الوقوف بجبل عرفة ركن الحج الأعظم، هل لك أن تنقل لنا الصورة وكيف تسير عملية أداء المناسك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، وكل عام أنتم بخير ومتابعينكم الكرام. نعم أستاذتي الكريمة، كما كانت في تقدير العام هو استثنائي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى العام كان بشكل كبير. كلنا شاهد، والعالم بأجمعه شاهد كيف تعاملت حكومة خالد بن حرمين جائحة كورونا في بدايتها قبل أن ينتشر لقاح كورونا. فأصرت هذه الدولة المباركة على عدم تعطيل هذه الشريعة وإقامة شريعة الحج، فقامت شريعة الحج بأعداد بسيطة، ثم تلاها الحج الاستثنائي الثاني ب 60,000، والعام الماضي 900,000، واليوم كما ذكرتي وصرحت بذلك الدكتورة في هذا اليوم أنه بلغ عدد حجاج هذا العام 1,444 1,845,000 حاج. هؤلاء الحجاج كان شعارهم بسلام آمنين، وصلوا إلى مكة المكرمة بسلام آمنين، وجلسوا يوم التروية في منى، وانطلقوا إلى عرفات بسلام آمنين، وها أنا اليوم أعيش معهم بسلام آمنين في شعري، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا بالوقوف في عرفة. الحقيقة الخدمات غنية عن التعريف، وليس بهذا بمستغرب على الجهات الحكومية. لدينا أكثر من 40 قطاع حكومي يشترك في نيل شرف خدمة حجاج بيت الله، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأهلية والخيرية التي تتسابق وتتنافس على التسهيلات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرم. الحجاج مع أعدادهم الغفيرة المعلنة اليوم 1,845,000، إلا أن الحمد لله الأمور كلها تسير بانسيابية، الجميع فرح ومسرور بما من الله به عليه من الوصول إلى هذه البقاع المباركة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.
نعم دكتور، الخدمات الإلكترونية التي وضعتها المملكة على ذمة الحجاج هذا الموسم، إلى أي مدى سهلت عملية أداء المناسك؟ بلا شك المملكة تستهدف ما يتعلق بالجانب التقني، وهي أحد مستهدفات المملكة 2030، ورأينا هذا مبكرا ما قدمته وزارة الحج من التسهيلات على حجاج بيت الله، ابتداء من التقديم الإلكتروني وهو في بلده حتى استلامه للتأشيرة. كل هذا بدون تدخل بشري، إنما هي معالجة تقنية سهلت على حجاج بيت الله تعالى الوصول إلى مكة المكرمة. حج مبرور وذنب مغفور لك ولكل الحجاج. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الهادي العتيبي، باحث مختص في شؤون الحج والعمرة، كنت معنا من مكة المكرمة.